عسلامة. ضرني نشوف فيك بحضر روحك قاصد ربي البقاع المقدسة. إن شاء الله إن شاء الله. وحسب ما سمعنا يظل لي أصغر حاجة إن شاء الله. إن شاء الله. لو أكثر منها روحك شكون؟ إسماعيل ثلاثي من جلالة. كيفاش كانت الإجراءات تاع لا غير الحاجة. في غير هي حاجة باهية. منظمة بصراحة الحمد لله. إن شاء الله توصل لك حتى في البقاع المقدسة إن شاء الله توصل في النظام هذا. توفي إن شاء الله حاجة مقبولة. يعيشك الله يبارك فيك. ودعي وتخير الله يبارك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيك. خويا اسماعيل ربي يتقبل ان شاء الله. عايشك شنو الاجواء في والله اجواء باهيه ورائعه بصراحه. معناها فما شويه نقايص لكن الحمد لله الحمد لله. لله فما شويه بحكم ناس كبار ما تصبرش ناس مرضى عادي عادي بالنسبه لنا عادي الحمد لله. الحمد لله فرحة فرحة هايلة. الحمد لله الحمد لله في نعيم الحمد لله. الحمد لله الناس اللي كبار هكا الغلب معناها الناس كبار اما ناس شباب وصغار وهزت بعضها بصراحه ما فما حتى حد حتى المرافقين قداش باش يتحملوا لا خدمه فما ناس خدمه فما ناس الله يهديها وكو اما في بصراحه في العموم باهيه رحله باهيه والحمد لله جتنا رفقه طيبه ما نعش ممكن كمجموعات اخرى الله اعلم بالنسبه لنا ان شاء الله اروع الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ربي يتقبل ان شاء الله عليكم يا سيدي.